لم يعد الماء سر الحياة لهذه النباتات، فنبراس الشابة الموصلية استطاعت أن تبتكر طرقاً جديدة للزراعة من خلال دمج بعض المواد الكيميائية بالتربة وتعريضها للضوء دون حاجة النباتات إلى الماء. استغرقت نبراس خريجة كلية علوم الزراعة والغابات 3 أعوام حتى تكللت تجاربها بالنجاح. جت فكرة أنه أتابع المشروع مالي أو الدراسة مالي بس بمشروع يعني خاص بي، ففكرة أنه أزرع نباتات داخل أحواض زجاجية مغلقة محكمة الغلق بدون إضاءة إذا ضوء الشمس ودون ماء. لم تكن هذه التجربة سهلة على نبراس، فبالإضافة إلى الوقت المطلوب لنجاح تجاربها على النباتات كانت هنالك العديد من المحاولات، فشل بعضها وتكلل بعضها بالنجاح كالنباتات الشوكية والعصارية والظلية وغيرها. أكو منها ما تصمد عندي، أكو منها لا يعني صمدت له فترة يعني معينة، أكو منها اللون ما لا يتغير فأنا لازم أستبعده. فلي حد الآن أكو نبات نجح الشغل نبات ما نجح الشغل، بس هو عامة العصاريات الشوكيات. اعتماد خصائص بيولوجية للنباتات للبحث عن الماء من أعماق التربة هو النظام الذي ستعتمده نبراس في ابتكارها، ويقول خبراء الزراعة إنه يمكن استخدامه أحد البدائل لزراعة المناطق التي تشهد شح المياه إذا ما توسعت الفكرة. غاية من الفكرة بأن نوجه الجذر حتى يعمق بالتربة، يبحث عن المواد الغذائية اللي يحتاج النبات، وهذا الشيء يساعد على المناطق اللي تكون خالية من الأنهار، خالية من الأمطار، خالية من الآبار. لم يعد غريبا أن تجد امرأة مبتكرة أو تدير مشروعها الخاص في الموصل، فهذه الظاهرة باتت أمرا واقعا تقبله الجميع في ظل حاجة النساء إلى العمل وحاجة المجتمع إليهن. من الموصل قاسم الزيدي، يو تي في.